أقامت الجامعة اللبنانية وبالتعاون مع السفارة الفرنسية حفل تخريج 3 دفعات من طلاب الدراسات العليا في الصحافة المسار في مبنى العمادة للجامعة اللبنانية في الطيوني. والمسار مشترك بين الجامعة اللبنانية وجامعة باريس 2 EFP وسنتر لتدريب الصحفيين في فرنسا CFPG. وحفل التخرج هو ثمرة تعاون نهائي بين السفارة الفرنسية والجامعة اللبنانية، وذلك في طور التحضير للمسار الجديد، حيث سيتم إطلاقه بالتعاون مع السفارة الفرنسية.